أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهيئنت: ميليشيات الحشد الشعبي تواصل تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش في شمال بغداد. يقينت: نائب مشاريع ديالة خدمية خاضعة للمحاصصة ونفوذ الأحزاب. المدى: العنف العشائري في الناصرية يهدد الشركات النفطية. العرب الجديد: منظمة روسية توثق مؤشرات اكتمال استعدادات غزو أوكرانيا. القدس العربي: علاوي يدافع عن وزير المالية، جميع الكتل السياسية اشتركت في قرار تغيير سعر صرف الدولار. عربي 21: بوتين يعترف باستقلال دونيتسك ولوغانسك وغضب أوروبي. نيويورك تايمز: بايدن يريد تشكيل تحالف ديمقراطي لتحدي التعاون الروسي الصيني. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، حيث يقول الكاتب إشفان إبراهيم في مقال بصحيفة العرب الجديد: ما يجري في العراق منذ عشية الإعلان عن نتائج انتخابات أكتوبر تشرين أول عام 2021 البرلمانية لا جديد فيها سوى تغيير قواعد المواجهة وتبديل الغطاء واستمرار صراع السيطرة على النفوذين المالي والسياسي تحت ستار التوافق، فهو صراع يمتاز ببنية معقدة ومركبة ومتداخلة، وكبرت الجماعات المسلحة ذات الهوية الغائبة دستوريا وواضحة أو واضحة التوجه الهوياتي ممارساتيا. التسمية الأكثر والأفضل لشرح الوضع العراقي لا تتجاوز أنه استلاب الدولة والصراع لأجل استدامة الصراع الأهلي، حيث منطق لا دولة. وإن تحدثت النخب السياسية عن الدولة بالمفهوم السياسي الإداري العسكري، فهي لا تخرج عن كونها نكتة سمجة. فلم تنجح أي حكومة في أداء وظيفتها في فرض هيبة الدولة وعظمتها، لكونها أي الحكومة هي أساساً سبب البلاء في تفسخ النسيج السياسي وتغذية كارتيلات السلطة ضمن ذاتها، بل وهي الداعمة الرئيسة للسلاح المنفلت ثم ضبط السلاح في جماعات غير منضوية ضمن أي هيكلية دستورية، بل وإنها السبب المباشر في تغول قوى اللادولة وسيطرة إيران على الحياة العراقية بتفصيلاتها وجزئياتها الدقيقة. وبقيت الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في العراق مرتخية وضعيفة، ولا قوة لها أمام كل الخارجين عن القانون والسلطة الموازية لها. ومن كان يتباكى على مكونات العراق ويحذر من أي اقتتال أهلي، هم اليوم الطرف الأساس في زيادة وتيرة العنف ضمن المجتمع العراقي، ففشلوا في الانتخابات وطعنوا بها، ثم تكتلوا ورفضوا تكتل الآخرين إلا بما يحفظ لهم وجودهم بعد أن بددت الجماهير ماء وجوههم. وأتبع الكاتب قائلا: الصراع العراقي هذه المرة أكثر مرارة، فارتدادات خسارة الكتل السياسية المقربة من إيران في الانتخابات أخيرا مزقت تحالف الكتل السياسية من الداخل. ونبقى مع الكاتب شفان إبراهيم ومقاله في صحيفة عرب الجديد: لا يخفى أن المعركة الأساسية هي التدخلات الإقليمية التي جعلت من العراق ساحة لتصفية الحسابات التاريخية وسوقا سياسيا لتصريف الخلافات والمشاريع المدرة للأرباح المالية والمنافع السياسية، لتأتي الأدوات المحلية وتهدر المزيد من الدماء لترسيخ معركة فرض السلطة والنفوذ. المشهد تراجيدي فعلا، وبعد نجاح ثورة الشباب العراقي في كسر طوطم الانتصار الأبدي لتلك الكتل وجعلت من كل حملاتهم وتلاعبهم بالدستور وبالا عليهم، وبعد أن منيت بأربع خسائر متتالية
نتائج الانتخابات، عدم تمكنها إلغاء نتائجه، فشلت في إعادة عجلة الانتخابات، لم تتمكن من السيطرة على الشارع، عاد المنهزمون دستورياً عبر صناديق الاقتراع، والمدافعون عن السلطة الخفية ضمن الحكومات العراقية عادوا إلى المحكمة الاتحادية. المفارقات شديدة القسوة والوضوح من أول الهرم إلى آخره. سرقوا مقدرات هذه البلاد وأسهموا في تحويل العراق إلى حلبة صراع إقليمي، ونكلوا بالدستور بشكل مستدام. ويدرك العراقيون أن هؤلاء مسؤولون عن مأساتهم، ويعلم المسؤولون أن الشارع العراقي مدرك هذه الحقيقة، لكنهم يستمرون في التقية السياسية والسيطرة على حيوات جيلين كاملين ومقدراتهما، لتصبح أكثر المواضع مهيجة للخطر والحرب الداخلية، وما فعلته الكتل السياسية بالدستور العراقي. فالكل اخترق الدستور، ولعل أكثر مساحات الأمان توفرا لمخترقي الدستور ومنتهكيه هي مساحة دعوة تطبيق الدستور للمحاسبة. تتجه اللوحة العراقية صوب اقتراب الانفجار الأعظم، وهي بطبيعة الحال جزء من حالة الغليان السياسي والشعبي والأمني والعسكري في عموم دول الربيع العربي. وبيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني واضح بخصوص قانون النفط والغاز وتخيير القوى السياسية العراقية بين احترام حقوق شعب كردستان، أو أن كردستان مستعدة لدفع كل ما يلزم للدفاع عن حقه. قصار القول، الانسداد الحاصل في العملية السياسية أتى على كامل العراق، ولم تسلم منه القوى الكردية الممزقة أصلاً، وهي حالة تنعكس سلبا على مجمل قضايا الإقليم الداخلية من جهة، ومن جهة ثانية على مصالحها في بغداد، وهو ما لا يمكن الاستمرار فيه، خصوصا أن المحكمة الاتحادية أفصحت عن توجهاتها المبيتة، ومن الممكن أن تكثر من وضع العراقيل في كل مناسبة. من صحيفة عرب الجديد ننتقل إلى صحيفة المدى، ونقرأ تقريرا حول العنف العشائري في الناصرية الذي يهدد الشركات النفطية، حيث تشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة أيام تصاعدا في وتيرة العنف العشائري تجاه الشركات النفطية والسلم الأهلي، إذ بلغ الأمر حد إطلاق النار على العاملين في أحد المشاريع النفطية ومصرع مهندس في موقع العمل، إثر اعتراض العشائر على مرور أنبوب نفطي في أراضيهم. حذرت شركة نفط ذي قار من آثار التهديدات العشائرية على عمل الشركات الأجنبية، فقد أعلنت مصادر أمنية قتل امرأة وإصابة أشخاص آخرين بنزاعات عشائرية، وتعرض فريق عمل من الملاكات الهندسية العاملة في شركة المشاريع النفطية لإطلاق نار من مسلحين قتل على أثره المهندس أحمد علي الزيدي، فيما أقدمت المئات من أبناء العشائر على إغلاق حقل الناصرية النفطي للمطالبة بالتعيينات، في حين أطلق مجهولون النار على أحد ممثلي أبناء العشائر المطالبين بالتعيينات وأصابوه بجروح خطيرة. ويعزو أحد العاملين في الشركات النفطية تكرار انسحاب الشركات النفطية الأجنبية من العراق إلى عدة عوامل، من بينها الابتزاز العشائري والمضايقات الناجمة عن سطوة وتمادي أبناء العشائر القريبة من الحقول النفطية، والذين ما عادوا يكتفون بطلبات تعيين العمال، بل أخذوا يطالبون حتى بتشغيل شركات ثانوية لا تمتلك الخبرة، ويحاولون فرضها على إدارات الشركات النفطية، مبيناً أن العاملين الأجانب باتوا يخشون على حياتهم عند رفض بعض الطلبات غير المعقولة من قبل العشائر. محافظة ذي قار تضم العديد من الحقول النفطية، من أبرزها حقل نفط الناصرية وهو الأكبر في المحافظة، يأتي بعده من حيث الأهمية حقل نفط الغراف وحقل أبو عمود الرافدين وحقل صبا، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10، وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى، وقد أحيلت في وقت سابق إلى ائتلاف نفطي للاستكشاف مكون
من شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية. أما في صحيفة القدس العربي كتب صادق الطائي مقالا جاء فيه: زوبعة جديدة في فنجان، الوضع العراقي المضحك المبكي. أثارها السيد مقتدى الصدر الزعيم الأغلبية النيابية في البرلمان الجديد على وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي علاوي. تداعيات الزوبعة لن تستمر كثيرا، لكنها تقدم لنا صورة واضحة لحال العراق المتردي. الانطباع الأول لهذه الزوبعة هو أنها خطوات شعبوية ابتدأ التيار الصدري ويسلكها لكسب ود الشارع، حتى إن كان عبر خطوات عشوائية لا تقدم حلولا فعلية، إنما غايتها إثارة فقاعات سرعان ما ستختفي عندما تطفو على السطح أزمات جديدة. وهنا لابد من القول إننا نتذكر أن الصدريين كانوا من أشد الداعمين لترشيح علي علاوي لحقيبة المالية في وزارة مصطفى الكاظمي، كما أن كتلة سائرون الصدرية في البرلمان السابق كانت ضمن كتل التي صوتت لمصلحة رفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 145 ألف دينار عراقي مقابل الدولار. وقد تسربت حينذاك تصريحات مفادها بأن رفع سعر صرف الدولار جاء بموافقة السيد مقتدى الصدر لدعم الاقتصاد العراقي ولمعالجة الأزمة المالية بناء على مشورة من خبراء اقتصاديين. وقد أثيرت أزمة حول تعديل سعر الصرف واللعب عليه كورقة سياسية وليس حاجة اقتصادية فعلية، وتبادلت الكتل السياسية الاتهامات بالوقوف وراء ما حصل. المفارقة المضحكة المبكية في هذه الزوبعة تتجلى في تدقيق النظر في الأزمة المفتعلة. إنها ببساطة وزير مالية في حكومة منتهية الولاية قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، يطلب الحضور أمام البرلمان ليشرح الأزمة المالية ثم يطلب التصويت على الثقة. ومن جهة أخرى لدينا برلمان جديد تتقاذفه صراعات الكتل والاتفاقات التي تعقد في الغرف المغلقة من دون أن يتوصل السياسيون إلى حل يساعد في تشكيل حكومة جديدة. نتناول تقرير أعدته منظمة ريتش السويسرية المعنية بتقديم الخدمات للمناطق المتضررة في العالم: العوامل البيئية المتمثلة بالتغير المناخي وقلة هطول الأمطار التي دفعت عوائل من سكان أهوار العراق في كل من محافظات البصرة وذقار وميسان إلى ترك مناطقهم والهجرة إلى مراكز المدن بحثاً عن فرص عمل وموارد عيش أخرى بعد تعرض المسطحات المائية لخطر الجفاف ونفوق أعداد كبيرة من المواشي. يشير التقرير إلى أن أهوار جنوبي العراق تشكل نحو نصف المساحات المائية للبلد، وكانت تشكل على مدى التاريخ مصدراً حيوياً لمعيشة سكان أهوار محافظات البصرة وميسان وذيقار. ورغم الجهود لاسترجاع الأهوار في السنوات اللاحقة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فإن المنطقة لا تزال معرضة أيضاً لخطر الجفاف الكامل. ولكن أسباب الجفاف هذه المرة تكمن في تراكم عوامل مختلفة: مستويات هطول الأمطار في المنطقة وقلة مناسيب المياه المتدفقة من تركيا وإيران، تضاف إليها بنى تحتية متهالكة من أنابيب قديمة وأعمال سحب للمياه غير قانونية. وكانت لهذه الظروف المتدهورة لأحوال الأهوار الأثر السيء في سكانها الذين يعتمدون عليها بمدهم بمردودات مالية من خلال صيد السمك والزراعة وتربية المواشي وما ينتجونه من حرف يدوية وبناء مساكن من القصب، فضلاً عن وسائل عيش اقتصادية أخرى. كانت مجلة ناشونال جيوغرافيك قد أشارت في تقرير سابق لا عن حالات هجرة ناجمة عن تدهور الوضع المعيشي في أهوار العراق،
ومن الأسباب المشتملة على هذا التهجير هي نوعية المياه وزيادة الأمراض الناجمة عن تلوث المياه وتدني مناسيب المياه التي تسببت في تراجع عملية صيد الأسماك. كشفت تسريبات هائلة من بنك كريدي سويس، أضخم بنك خاص في العالم، عن الثروات المخيفة لعملاء البنك والذين يضمون مودعين متورطين بالتعذيب وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والفساد وجرائم خطرة. كشف التسريبات تفاصيل عن 30,000 عميل حول العالم تصل ثرواتهم إلى 100 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 80 مليار جنيه استرليني. فقد أظهرت التسريبات فشلاً ذريعاً في الرقابة الشديدة من كريدي سويس، رغم تعهدات المتكررة على مدى العقود الماضية لإزالة العملاء المشكوك بهم وأموالهم التي جاءت من مصادر مشبوهة. وذكرت صحيفة الغارديان التي تعد جزءاً من مجموعة صحافية سمح لها بالاطلاع على البيانات قولها: نستطيع الكشف عن أن كريدي سويس فتح واحتفظ بشكل متكرر بحسابات مصرفية لعملاء يمثلون مخاطر عالية حول العالم. وتقول الصحيفة إن العملاء يضمون تاجر بشر في الفلبين ومدير سوق مالي في هونغ كونغ اتهم بالرشوة، وملياردير أمر بقتل عشيقته المغنية اللبنانية، ومدير شركة نهب شركة النفط الفنزويلية الحكومية، وكذا ساسة فاسدين في مصر وأوكرانيا، ولدى الفاتيكان حساب يزعم أنه أنفق 350 مليون يورو، أي ما يعادل 290 مليون جنيه استرليني، على استثمار مزيف في عقارات لندن. وفي مركز تحقيقات مستمرة في عدد من المتهمين بمن فيهم كاردينال. ولو اشتكى الجزائريون والأوكرانيون والمصريون بأن كريدي سويس ساعد القادة الخبثاء، إلا أن مظالمهم تتقاصر أمام ما فعله البنك مع الساسة في فنزويلا. وحدد الصحفيون العاملون على مشروع الأسرار السويسرية عددا من الحسابات التي تعود إلى رجال أعمال وساسة ومسؤولين وجهت لهم اتهامات فساد في فنزويلا، معظمها تدور حول شركة النفط الوطنية بحسب الصحيفة. نفذت حركة كتائب المجاهدين الفلسطينية السبت مناورة عسكرية في قطاع غزة في إطار رفع جهوزية مقاتليها، وشارك في المناورة التي نظمت في موقع عسكري بمدينة رفح جنوبي القطاع العشرات من مقاتلي كتائب المجاهدين. وكتائب المجاهدين حركة فلسطينية تهدف لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، تأسست بالتزامن مع بدايات انتفاضة الأقصى عام 2000 وتضم المئات من المقاتلين في قطاع غزة. واستخدم المقاتلون خلال المناورة الأسلحة الرشاشة والقناص ومضادات الدروع والعبوات الأرضية واليدوية، إضافة إلى تنفيذهم تدريبات لعمليات اختطاف جنود إسرائيليين من موقع عسكري. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم.
برنامج صدى الأقلام انتهى مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.